الإصدار جديد اللوجيا أرقام أقل والقيمة واحدة. تقدوا تبدلوا الإصدار القديم بموريتاني كاملة عند الشبابيك البنوك التجارية والمصالح الجهوية للخزينة العامة والشبابيك موري بوست حسب الأوراق والتواريخ التالية: ورقة 5000 إلين 31 يناير 2018، ورقة 2000 إلين 28 فبراير 2018، ورقة 1000 إلين 31 مارس 2018، الأوراق الأخرى والنحاس إلين 30 يونيو 2018. الأوراق كاملة والنحاس يتم يبدلوا إلين 31 دجنبر 2018 عند شبابيك البنك المركزي الموريتاني. إذا عادت عندكم أسئلة حول الإصلاح الجديد اللوجية، البنك المركزي الموريتاني فاتح مركز للاتصال مجاني 13-13 كل نهار من 8 مع الصباح إلى 10 في الليل وبجميع اللغات الوطنية.